كل اعتصام هنبدينا بيك العام. أين أنت يا عصام؟ صور بوردو يا بيكاسو فيهم ليف ماركي برازو. شعب التونسي حب الهيجة وبيزوم براس بهيجة. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم تتابعون هذا النقل المباشر على صفحة تونيزاني سبورتس فيديريشن لبطولة البي اس في تاورا الوان في وان. مرحبا بكم مرة أخرى في السهرة، نتمنى كل الفرحة ومبروك لكل الناس اللي نشحت في البكالوريا وهارد لاك، خليني نقول بلغة كرة القدم للناس اللي تحت كنترول أو رفوزي إن شاء الله في دورة الأبطال يجيبوها الأولاد. ولكن أمامنا الآن أعزائنا مشاهدين مباراة قمة، مباراة كبيرة تجمع بين قرش المتوسط اللي سميته لقبته بقرش قرش البحر الأبيض المتوسط، اللاعب أمير القرشيني في مواجهة مهدي المجري أو بالأحرى لاعب التزا في مواجهة لاعب الترجي الرياضي تونسي سبورتس. أعزائنا المشاهدين الليلة المباراة باش تكون مباراة الظفر بالصدارة، لأنه أمير القرشيني على بعد نقطة واحدة، على بعد نقطة واحدة من المتصدر زميل والآخر أحمد الياس بن يحيى. أمامكم الآن ترتيب النقاط، أحمد الياس بن يحيى في المرتبة الأولى بعشرة نقاط، المرتبة الثانية أمير القرشيني بتسعة نقاط، المرتبة الثالثة رياض اليحيوي لاعب نادي الإفريقي بتسعة نقاط، مهدي المجري لاعب تيزاف المرتبة الرابعة بخمسة نقاط، ثم محمد مروان الغرياني بنقطة واحدة، ونادر بشراوي في أسفل الترتيب بدون أي نقطة. ستنطلق المباراة أعزائنا المشاهدين الآن ما بين الشقيقين، ما بين أمير القرشيني والزميل لاعب التيزا مهدي المجري. القرشيني سيحافظ على نفس الرسم التكتيكي، نفس الجمعية لي بلو غامني لا كوبا لا ميزون، الي لي بلو الي. هكذا يتمنى أمير القرشيني انها تمر هي المباراة سلامات ان شاء الله. تنطلق المباراة يا سيدي كرام، غوريتسكا بالازير وايضا المنتخب الالماني. مهدي المجري يختار المنتخب الالماني في اتيا لومسيا باش تكون الامور على العال، تكون الامور في قمة الخيال. ونشوفوا الان الكرة يصلح المنتخب الالماني، كروس توني كروس شامل يلعبها على اليمين الى زميله كيميتش تقطع من الارسال، يعني تعرفوا الانترنت يا سيدي الكرام في عالمنا العربي حالة رثة للانترنت، وانك باش تلقى لاعب ينقل لك مباراة ويلعب منها في نفس الحين حاجة صعبة وصعبة جدا. لذلك ان شاء الله الحظ موفق لكل اللاعبين. كورة لصالح المنتخب الالماني بالازير البيضاء، الماكينات الالمانية، الزمين لعبة تيزا مهدي المجري في اول الخطوات لاسترجاع الثقة، لاسترجاع كما نقولوا نحن الهيمنة والذهاب بعيدة في المسابقة. ولكن حذاري وحذاري من القرشيني، حذاري من امير ليليزيونيست الملقب بالمخادع الخداع، لانه عنده اسلوبه في الظفر بهيتيا المباريات كما شفنا امير في الجمعة الفارتة في نفس اليوم تحديد نفس يوم الجمعة. امير القرشيني يفوز على زوز مباريات، مباراة في ديربي ومباراة امام لعب المنزا اي سبورتس بنفس الطريقة. هل سيعتمد القرشيني على نفس الطريقة ام لا؟ كرة لصالح الماكينات الالمانية على اليسار، شيعمل يدور بها مليح لعب تيزا، ممكن انه يظفر باول الكرات او اللمسات. حبيت نذكر انه عندنا زوز مباريات ستجمع لاعبين هذوما الزوز في هذه اللحظات. المباراة الاولى القرشيني ولعب تيزا المجري مادي، والمباراة الثانية ستكون مادي المجري في مواجهة امير القرشيني في مباراة العودة. ولكن هيئات ثم هيئات اعزائنا المشاهدين، نظام النقاط ونظام المجموعات. كرة لتوني كروس في منطقة الجزاء، توني يحافظ بكرة ويختير هافرتس كرة خطيرة فماش تسلل وبابا، مش ممكن ومش معقول. أول الكرات الخطيرة يهدرها الألماني، الماكينات المجري مادي لعبة تيزا. هذا هو مادي المجري يريد افتتاح النتيجة، يريد انه يكون المبادر لكسب المعنويات. وهذه رد بالك هيات وبابا بابا 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 القرشاني 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 يفتتح اول هدف اللقاء، ونتزيرو للقرشاني.
دفلي صفر بعد كورة خطيرة. السيندم لعبة تيزا. السيندم لعبة تيزا بعد ما أدر كورة. كورة خطيرة القرشاني ممكن الثاني. رد بالك يا نوير. 20 دقيقة لعب. كيف يا كانت للإليزيونيس الخداع باش انه حقيقة يفتتح النتيجة بهدف ممتاز وممتاز جدا. هافرتز. هافرتز شامل يا مولر. مولر ممتاز التمريرة ولكن وين؟ هرنانديز حاضر في دفاعات البلوز. خليني نقول في دفاعات ابناء العاصمة المذيئة اللي اذوائها ما تتفاش ابدا. هي عاصمة الانوار باريز. باريزي باريزي وليست بالتيزا يا عزيزي. كورة لصالح المنتخب الفرنسي ولكن وين؟ كورة بدون عنوان. روديغير حاضر في دفاعات التيزا او بالاحرى دفاعات الميجري مادي. مهدوش. كورة لصالح امير. قرش المتوسط لازال يلتهم كل الضحايا في المجموعة السادسة. كم سيتواصل هذا الاقتحام وبما انه هو قاعد يلاحق في المتصدر بعيدا بنقطة على متصدر المجموعة الرابعة احمد الياس بن يحيى بنقطة وحيدة. اي عثرة يا موح احمد الياس بن يحيى باش تخلي القرشيني يظفر بصدارة المجموعة الرابعة. القرشيني بخسارة وحيدة يبقى الوحيد. شوفوا الكرة الأخيرة هذه اختيرة. اختيرة من فيرنر اللي حقيقة هفوة دفاعية كانت انها ممكن تكلفوا هدف في القرشيني. 33 دقيقة لعب عزيزينا مشاهدين. كرة للسلاح الماكينات الألمانية يبحث مادي. مادي يبحث عن التعادل والتعديل. هافرتز. هافرتز يعمل يا مولير. ممتاز التمريرة ممتازة. يعدل الكفة ويعدل النتيجة. يعدل الكفة ويعدل النتيجة. إيجا 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 بالعواب العاصمة الألمانية. هنا هنا واحد لواحد. واحد من هنا واحد من هناك. يعدل الكفة مادي الماجري. مادي الماجري قل لي اني موجود. موجود ويفي بكل الوعود والعهود. كرة لصالح كريم. اخر سبع دقائق في شوط المباراة الثاني. وعالقام الايسر لنير. القام الايسر يقول لك هدي خليها واحد لواحد. هل هي ستنتهي على ياتي النتيجة ام لا؟ هل هي ستنتهي على ياتي النتيجة ولا يا سيدي كرام؟ كرة لصالح الماكينات الالمانية. مقطوع 40 دقيقة. باقي 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. كرة ممتازة لكريم. بنزيما. بنزيما يراوغ يمر يعدي بنزيما. كريم ولكن وين يا كريم؟ وين يا كريم؟ بنزيما 42 دقيقة لعب. النتيجة عادلة إلى حدود اللحظة ما بين الفريقين الترجي الذي التونسي بالأزياء الزرقاء أمير القرشيني والتيزا بالأزياء البيضاء مهدي المجري. مهدي اللي يبحث ممكن عن ريمونتادا بعد ما تأخر في النتيجة بهدف لصفر. يعدل الكفة ويخليها ترجع الأمور إلى نقطة البداية. آخر كورة الحكم يضيف دقيقة. آخر كورة آخر كورة خلاص ستنتهي على ياتي النتيجة يا سيدة كرام. وسنعود إن شاء الله إلى الشوط المباراة الثاني ما بين القرشاني ومهدي المجري بعد شوط أول واحد لواحد.
نعود أعزائنا المشاهدين إلى الشوط المباراة الثاني. الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي، واحد من هنا واحد من هناك، واحد إلى أمير القرشيني لاعب الترجي الذي التونسي، وواحد إلى لاعب تيزا مادي المجري. كرة للسرح الألمان بالأزياء البيضاء الشامل في صورة ما التعادل هو اقتسام النقاط، نقطة من هنا ونقطة من هناك. كرة للسرح الماكينات الألمانية، مولر على اليسار، ممتاز لكروز، يهدي كروز، ولكن وين الدفاع الفرنسي حاضر، الدفاع الفرنسي حاضر في تلك اللحظات. 51 دقيقة لعب الشوط الثاني، شوط التكتيكات، وملا تمريرة ممتازة، خروج الحارس من نيوير كعادته، خروج الحارس نيوير في تلك اللحظات، وانقطاع مرة أخرى الصورة، انقطاع الصورة مرة أخرى. كما تعرفوا يصعب، صعب جدا انك باش تلعب وتقوم يعني بارسال نقل مباشر، صعب وصعب جدا، خاصة من الكونسول ومن نفس المنتج للانترنت، نفس الفورنيسور. لذلك كل التحية والتقدير للاعبين اللي قاعدين يوفرونا في هذا النقل المباشر، ممكن مع بعض التقطيع، ولكن ان شاء الله كل امور ستكون على العال في قادم الايامات. يتواصل تقطع، يتواصل تقطع من جانب ليليزيونيست اللي ممكن قاعد يواجه في مباراة صعبة وصعبة جدا. تعود الصورة ولكن تقطع من جديد، تنقطع الصورة. كرة لسرح المنتخب الألماني، لا مش معقولك، لا هكا مش معقول. ترجع الكرة لسرح الماكينات الألمانية، هذه اختيرة. شوف شوف يعني بين اللعب، بين اللعب يعاني، بين اللعب يعاني من بعض التقطيع، يعني بعض التصويبة الأخيرة. شوف 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 العديد من الكرات، هذه يعني عامل النت يقلق حقيقة، عامل الانترنت يقلق، ممكن يخلي الكرة تصبح اللعبة تولي سريعة، ومن بعد لعبة رزان اخزر الكرة، يعني كلامي يعبر على الصورة، كلامي يعبر على الموجود، وهكا عليه لاعب يشد بوز. فما تغيير من جانب الماكينات الألمانية، فما تغيير من جانب المنتخب الألماني، وممكن هي خليني نقول راحة باش تكون الأمور على العال من جانب الإنترنت، لأنه تعرفوا الإنترنت في عالمنا العربي خاصة التونسي. والتغيير الآن، تغيير في التكتيك أو في اللاعبين، ينزل ساني، نزول ساني وجنابري، نزول ساني وجنابري من جانب المنتخب الألماني. هل باش تكون قسمة خيان يا سيدي كرام في هاتي المباراة أو لا؟ ننتظر في باقي الدقائق تغييرات الكل، يعني أعزائنا المشاهدين قام بها الفريق الألماني. ترجع الكرة الأزياء البيضاء، الماكينات الألمانية، واحدة واثنين، ممكن يسترجع الثقة بهدف ثاني. ترجع كرة ثانية القادم الآن، وبابا بابا من الكرة، لوريس يتصدى، لوريس يتصدى ويدخل في الكرة الأخيرة. ترجع الكرة على اليسار، ولكن وين؟ ممكن سيطرة فيفا في أول 25 دقيقة من شوط المباراة الثاني، سيطرة فيفا من الأزياء البيضاء الملكية التي تكتسح الشوط الثاني. ممكن فما جول، ممكن فما جول يا الألمان، ولكن هذه تسويبة ضعيفة وضعيفة جدا، سهلة في أيدي الحارس لوريس. تتلعب الكرة طويلة لصالح المنتخب الفرنسي، أمير القرشيني يستفيق في شوط المباراة الثاني. هكا علينا نشوفوا في المنتخب الالماني يلعب مليح، نذكر اعزائنا المشاهدين امير القرشيني يلعب من المنتخب الالماني، ومهدي المجري يلعب بالازياء الزرقاء المنتخب الفرنسي. القرشيني وبابا بابا، مش ممكن ومش معقول، يتواصل لوريس في التصدي، ويتواصل القرشيني في دار الفرص، وهيات ثم هيات مع كانتي، نقولوا كانتي هيات. شوف 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 تسلل واضح، ولكن وين جنابري؟ وان تو مع فيرنر، ولكن ما تمرش الحكم، شي يقول مخالفه، مخالفه على فيرنر.
مخالفة على فيرنر في هذه اللحظات، ننتظر الصورة. وهذه مخالفة خطيرة، ممكن انها تكون مخالفة خطيرة على لوريس في التنفيذ. شكون في التنفيذ اللي تتلعب؟ لا ما تنفذتش بصفة ممتازة، ولكن لازلت الكرة مكينة الألمانية. هيا يا سنية، ولكن وين التقطيع باش يزيد ينرفزني، التقطيع باش ينرفزني في هذه اللحظات. أعزائنا المشاهدين، حقيقة الأمور خارجة على السيطرة، هجمة مرتدة المنتخب الفرنسي ممكن أنه يفعلها. مهدي الميجري يفعلها ولا ما فعلهاش؟ 78 دقيقة لعب إلى حدود هذه اللحظة. أعطيني الصورة، أعطيني الصورة بليز بليز يا تيزا، بليز بليز يا القرشاني بليز. وين الصورة؟ وين الصورة؟ في الانتظار. مش ممكن ومش معقول، مش ممكن ومش معقول في هذه اللحظات الصورة تنقطع، تنقطع الصورة في انتظار عودة الصورة والعودة إلى فما تغيير، فما تغيير، ولكن النتيجة كيفاش؟ فما جول، فما هدف على ما أظن، فما شكون سجل؟ هو بالمنتخب الفرنسي على ما أظن مادي سجل الهدف، ما شفناهوش للأسف. مادي سجل الميجري، المنتخب الفرنسي يضيف ثاني الاهداف على ما اظن. نعم يا سيدي الكرام، المنتخب الفرنسي مادي الميجري يضيف ثاني الاهداف. مادي الميجري بعد ما تقدم بهدف لصفر يعدل الكف المنتخب الالماني، ولكن خلاص اخر خمسة دقائق، اخر خمسة دقائق، الكرة الاخيرة او واحدة من الكرات الاخيرة للالمان. القرشاني، القرشاني، ولكن وين؟ رد بالك، رد بالك، مش ممكن ومش معقول. ولا عدل، ملا كورة وملا كورة، يلعب بالنار، يلعب بالنار، يلعب بالنار، خرج له التيار، خرج له التيار، تير في سماء المانيا، طار طار طار. القرشاني يعدل في اخر دقائق الشوط الثاني، هدفين لهدفين جنابري، يعدل الكفة بعد هفوة، هفوة من المنتخب الفرنسي، هفوة من لاعب تيزا، حقيقة لا كما قلنا احنا، لا مبرر، لا مبرر ليتي الهفوة. ترجع الكرة المنتخب الالماني في اخر كرة، الحكم يضيف دقيقتين، هل هي بالقاتلة؟ هل هي القاضية؟ ولكن شوف التدخل العنيف، عرف اللي هو باش يكون هجمة مرتدة سريعة وخطيرة، قال لك خليني نقوم بخطأ، قال خليني نقوم بخطأ، ما نخليهوش، ما نخليهوش يمشي لي للمرمى ويقتلني، ما يخلينيش وما يخليهوش. هل هي القاضية الألمان؟ هل هي القاضية الألمان؟ ولكن خلاص ستنتهي على هذه النتيجة يا سيدة الكرام، سينهيها الحكم. نعم، وهدفين لهدفين، التعادل الإيجابي أو التعادل العادل ما بين الزميلين والرفيقين القرشاني أمير ومهدي الميشري من لعبة تيزا، يقسموا النقاط لاعبين الزوز، لذلك نقطة لكل لاعب. سنعود أعزائنا المشاهدين لمتتابعة المباراة الثانية ما بين اللاعبين الاثنين في مباراة العودة، ولكن بسيستم أيضا النقاط، سنعود بعد لحظات.
نعود أعزائنا المشاهدين في المباراة الثانية اللي باش تجمع كما كنت نحكي أمير القرشيني من الترجي الرياضي التونسي الملقب بالليزيونيست والآخر لاعب التيزا مهدي المجري اللي كان باش يفوز بثلاث نقاط كاملة لولا عدل النتيجة القرشيني في آخر لحظات الشوط الثاني. القرشيني يأتي المرة يغير الفريق يلعب بالبي اس جي إيسيسي باري في مواجهة المنتخب الفرنسي اللي عول عليه مرة أخرى مهدي المجري يبقى على نفس الرسم التكتيكي والرسم التشكيلي للمنتخب الفرنسي، ولكن القرشيني حس بأمور صعبة بالنسبة للمنتخب الألماني لذلك سيعود إلى الفريق إلى البي اس جي اللي يلعب فيه ممكن في ديربي العاصمة الأسبوع الفارط ولعب فيه في العديد من المباريات يلعب بالبي اس جي. سننتظر اكتمال واستكمال كل التكتيكات وتغيير اللاعبين والفورماسيون وهي الأمور التكتيكية اللي يقوموا بها اللاعبين. أمير القرشيني على ما أظن غير راضي باقتسام النقطة مع مهدي المجري لذلك غير تماما في الرسم التشكيلي وغير أيضا الفريق وغير راضي، أراد الظفر بالثلاث نقاط ولكن ربح نقطة بعجوبة وبصعوبة تامة. لحظات على انطلاق المباراة الثانية سيدة الكرام، الأمير القرشيني في عمل تعادل لذلك مطالب الفوز الآن لعدم استغنائه على المرتبة الثانية وممكن صعود اليحيوي لاعب النادي الافريقي كان قام بمردود وكان معناتها فاز بثلاث نقاط في زوز لقاياتو. البي اس جي أمير القرشيني لاعب الترجي الرياضي التونسي في مواجهة مهدي المجري لاعب التيزا بالمنتخب الفرنسي كالعادة، ولكن هل هو بنفس الطريقة؟ أنا متأكد أن المباراة هذه ما فيهاش تعادل، المباراة هذه يكونوا متأكدين يا سيدة الكرام ما فيهاش تعادل، لأنه اللاعبين الزوز في المباراة الأولى كل لاعب يقول لك كنت نجم نفوز، كل لاعب كان يحب يظفر بالثلاث نقاط، إلا أنه الحظ ما وقفش في جانب اللاعبين الزوز وكل لاعب خسر الثلاث نقاط في فترة من الفترات. تنطلق المباراة يا سيدي الكرام بالازياء الزرقاء البي اس جي في مواجهة المنتخب الفرنسي لتيزا مهدي المجري. كرة للسرح البي اس جي على اليسار، هذي وين إلى جاي؟ جاي الصورة تنقطع مرة أخرى، عذبتنا اليوم عذبتنا اليوم وربي يكون في عوننا، لأنه الأمور في تويتش مش نفسها على اليوتيوب، لذلك اللاعبين من الأفضل أنهم يقوموا المين ستريم يكون من اليوتيوب. ترجع الكرة المنتخب الفرنسي، الحكم يعطي الادفانتج، كرة لجريزو، جريزو لكانتي، كانتي ايش يعمل؟ كانتي ايش يعمل؟ التقطيع يتواصل حقيقة، يعذب يقلق يكسر الريتم، ولكن مش مشكل نوسعوا بينا شوية، حقيقة أول مرة يصير لنا ظرف كذا. كرة للسالح البي اس جي، نيمار، نيمار ايش يعمل؟ ممتازة تمريرة 1-2 بالفيرستات شذا جاي، ولكن شوف شوف التدخل، تدخل الرجال وتدخل الابطال، فاران فاران ملا تدخل على جاي، تدخل عنيف ولكن صلب وصحيح في الكورة. ترجع الكورة البي اس جي، ايكاردي ما يربحش الدويل مع فاران اللي حدود اللحظة، مسيطر على دفاعات المنتخب الفرنسي. كرة لصلاح بنزيما، كريم ممتاز على اليمين، مبابي، غريزو، بابا بابا بابا، ملا كورة، ملا تصويبة وملا قذيفة، قذيفة فرنسية من غريزو، غريزو الكورة لم تعانق الشباك ولكن عانقت القائم الأيسر، عانقت القائم الأيسر، ومن أنذر فقد أعذر يا مهدي المجري، من أنذر فقد أعذر يا مهدي المجري، ولكن أيات اللي ذا يقبل في الأمثلة التونسية العتيقة والعريقة. كرة لصالح البي اس جي، ترجع دي ماريا، دي نيمار، نيمار يمرر، هذه اختيار ايكاردي، ماورو ايكاردي
إيكاردي أولى وثانية وثالثة وجوب باب 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 باب. كنت ننوى وكنت نقول، كنت ننوى وكنت نقول، نيمار السحار، نيمار الغدار، يخدر بالجميع ويأتي من الخلف ويفتتح النتيجة للليزيونيست. الغدار والسحار بأيدي المخادع للليزيونيست. ونات زيرو، شوف الكورة، شوف مبابي بعد ما تصدى الحارس في مرة أولى، نيمار أمام شباك فارغة وشاغرة. ونات زيرو، كيما كنت نحكي يا مهدي، كيما كنت نحكي يا المجري، كنت نحكي قلت لك من أنذر فقد أعذر، ولكن أيهات هنالك مثل تونسي عتيق يقول لك اللي ضيع يقبل. وبالتالي لعبة البي اس ما ترحمش، وكذلك اللاعب أمير الكرشي القرشيني يجاوب وممكن يضيف الثاني، يجيب القرشيني يفتتح النتيجة. السيطرة للباريزي، سيطرة العاصمة على الوطن، سيطرة البي اس جي على المنتخب الفرنسي. هل ستكون سيطرة دائمة أو فقط يا مورو إيكاردي يدخل مرة أولى دي ماريا، دي ماريا، ولكن وين يا دي ماريا؟ الرية تجاوب ولكن الصحة البدنية ما جاوبتش للديما اللي سقط في الكرة الأخيرة في دويل وفي حوار بدني. كرة لصالح أبنية الباريزي، ديما ريا يقلبها اليسار، ممتاز، فما المساحات. القرشيني يلعب بأريحية تامة إلى حدود اللحظة. ديالو على اليسار، الشامل ديالو، هذه كرة للبي اس جي اللي يبحث عن الثغرة، يبحث عن طريق لتسجيل ثاني الأهداف، لأنه يعرف قيمة اللعب مادي المجري. هذا اللعب اللي في زوز مناسبات يتقدم على القرشيني، والقرشيني هو اللي يعد الكفة. أول مرة في زوز مباريات القرشيني يتقدم في النتيجة، ومادي المجري هو المطالب بالتعديل. هل القرشيني سيحافظ على هذه النتيجة أو القرشيني بشي بيغتو مادي المجري ويعدل النتيجة؟ الصورة كالعادة لازالت مقطوع، هذه الأمور لازم منها تكون أكثر دقة وتكون أفضل بكثير الأمور التقنية للحرص على تقديم لايف تغطية في المباشر، تغطية ممتازة. لذلك أعزائنا المشاهدين، نتمنى انه في قادم اللحظات وقادم الايام تكون الامور احلى. مخالفة خطيرة للبيريزي في 37 دقيقة لعب، دي ماريا لا مش في التنفيذ، نيمار دي لا عاد مش ممكن ومش معقول، مش في مخالفة هكا، نيمار يسجل، مش ممكن ومش معقول، هدف في غاية الروعة، القرشيني يضيف الثاني، ولكن التقطع في النقل يعني خلى الأمور ليست بالأمور الجيدة حقيقة، يعني لا إله إلا الله، مش ممكن. القرشين يضيف الثاني بعد مخالفة في غاية الروعة. شوف إذا كان شفنا، إذا كان نجمنا نشوفوا المخالفة، كان نجمنا نشوفوا المخالفة. هدفين لصفر في شوط المباراة الثاني، مش تولي راديوك شوط المباراة الثاني. القرشيني متقدم بهدفين لصفر، القرشيني متقدم بهدفين لصفر في شوط المباراة الأول، باقي 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نيمار، القرشيني يفرض السيطرة القرشيني،
خلاص سينتهي الشوط المباراة الأول. هذه وين جريزو؟ جريزمان ممتاز الكرة ولكن وين مقطوع؟ مقطوع الكرة الأخيرة، مقطوع الكرة الأخيرة، وعلى ما أظن خلاص انتهى الشوط. هو ما انت ما احنا ما زلنا في مقطوعة والشوط وحده بيده انتهى. الشوط انتهى على ما أظن. ولا رجعوا للشوط وينتهي الشوط الان. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، سنعود ان شاء الله في شوط المباراة الثاني. نعود أعزائنا المشاهدين في شوط المباراة الثاني. نرجو من الله انه ما يصيرناش تقطيع في هذا الشوط من قبل المصدر، اللي حقيقة أول مرة ممكن تصير بيت ياسيف. نعم أول مرة حقيقة، قد ما عدينا لقاءات وقد ما عدينا مباريات ما صارش تقطيع بيت ياسيف. 47 دقيقة لعب في شوط المباراة الثاني. هل هنالك ريمونتادا ولكن وين؟ هل هنالك ريمونتادا من جانب مادي المجري اللي ضاع في هذه اللحظات، اللي ضاع في هذه اللحظات. كرة وين؟ على اليسار ديالو جيش يعمل بابي، ممكن الثالث، ممكن الثالث كيليان ولكن وين؟ فاران اسبق، فاران اسبق. شوف شوف شو يعمل، شوف شو يعمل مادي المجري، يلعب بالكورة، يلعب يلعب بالنار مادي المجري اللي كان باش يظفر بالثلاث نقاط في المباراة الأولى، حرم روحه من الثلاث نقاط في المباراة هذه. مادي المجري أيضا يحرم روحه من نقطة على الأقل أمام أمير القرشاني اللي استغل الموقف وسجل هدفين في شوط المباراة الأول. كورة للبيريزي على اليمين، دي ماريا ممتازة، إيكاردي إلى مبابي، كيليان مش يعمل مبابي، جي على اليسار، مبابي 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 مبابي، ممكن الثالث ولكن وين؟ كرة تهرب عليه مبابي، تهرب الكرة على مبابي، كرة على اليمين إلى توليسو، ممتازة إلى مبابي على آخر من جانب المنتخب الفرنسي، والتماس على اليمين، تماس على اليمين، وفما بعض التغييرات. بعض التغييرات يا سيدة الكرام، ترجع المباراة، ترجع المباراة. رابيو مقطوع، نيمار، إيكاردي إلى مبابي، مبابي مبابي ممتاز مبابي ولكن وين؟ ممتاز نقولو كانتي، نقولو كانتي في وسط الميدان ولكن غير كيف نقولو وحيد هذه إيكاردي، ولكن حكم شو يقول؟ فمش مخالفة. أقل من نصف ساعة يا سيدة الكرام على نهاية الوقت الأصلي والأصيل للقاء، 63 دقيقة لعب، نصف ساعة على نهاية ال 90 دقيقة القانونية، كم سيضيف الحكم؟ ولكن خلينا نتبع الكرة هذه. دي ماريا، دي ماريا يوزعها خطيرة مقاسية من إيكاردي، ترجع لنيمار، نيمار السحار اللي أضاف الثاني من مخالفة، مخالفة مباشرة ما ريناهاش، ريناها عانقة الشباك سواء كان من التقطع او من قوتها. ترجع الكره المنتخب الفرنسي، مادي المجري لاعب اتزا يبحث عن كره العوده في اللقاء، عن امال، عن فتح، عن ثغره، هذه هي ولكن وين؟ شوف شوف دانييلو، دانييلو بيريرا رد بالك، يلعب بالنار ولكن لها الكره في التماس، بر الامان، بر السيف، يقول لك سيفتي فيرست هذه باللغة الإنجليزية.
تعود الكرة أعزائنا المشاهدين إلى التكتيكات وإلى المدربين أو إلى اللاعبين اللي في حد ذاتهم مدربين، لأنه شوط المباراة الثاني تقرأ فيه العديد من الأشياء، سواء كنت متقدم في النتيجة باش تلعب الدفاع أو سواء كنت متأخر في النتيجة باش تلعب الكل الكل، لأنه خلاص الآن مادي المجري ما عنده ما يخسر، خلاص سيلعب الكل الكل الآن ما عنده ما يخسر. 20 دقيقة عليه الظفر بالنقطة والريمونتادا وتسجيل هدفين في 20 دقيقة، ولما لا تسجيل 3 أهداف وريمونتادا تاريخية في أجمل حلة وظفر بال3 نقاط، ولكن رد بالك من القار الشيني ممكن يقتل اللقاء بهدف ثالث. الربع الساعة الأخير يا سيدي الكرام، الربع الساعة الأخير، كرة للبيريزي للقرشيني، قرشيني إيكاردي، ولكن مقطوعة من الدفاعات. مخالفة يقول حكم فيتي الأثنين لصالح المنتخب الفرنسي. مهدي المجري يلعب ضد البيريزي وضد أمير القرشيني، وكذلك يلعب ضد عامل الوقت اللي قاعد يجري وقاعد يمر وقاعد يعدي، وهذا موش في صالحه. كرة لصالح المنتخب الفرنسي لكرة لتذليل الفريق، هذه اختيرة، هذه هي جيرو يذلل الكفة ويذلل النتيجة، جيرو هدفين لهدف، يعني بدأت المباراة الآن، ستشتعل المباراة وسيشتعل اللقاء. خلاص يا سادة الكرام، الفم الثالث، ممكن الثالث وممكن أيضا التعادل، آخر 10 دقائق أو بقليل، هل هو التعادل والتعديل أو الثالث والقاضية؟ هل هي القاضية والتعادل يا المجري؟ من القرشيني للمجري ومن المجري للقرشيني. الأزياء البيضاء تكتسح في يدها لحظات المنتخب الفرنسي. لمن ستكون الكلمة الأخيرة في مستر السلول؟ الثالث مش ممكن ومش معقول. ماذا درت يا مبابي في الكرة الأخيرة؟ لازالت الكرة الباريزي، ولكن الدفاعات الفرنسية مستميتة في الدفاع وما هيش مركزة في استخراج الكرة. سي خلاص 89 دقيقة لعب الآن القاتلة، ولكن وين؟ مرت سلامات، رد بالك إلى أخيرة التسعين خلاص الحكم يضيف دقيقتين، الدقيقتين الأخيرة، والقرشيني سيربح بعض الدقائق خلاص بخبرة السنين. القرشيني يفوز في اللقاء ويظفر بال3 نقاط بعد دوبلي نيمار. هارد لاك إلى المجري مادي، مبروك للترجي الذي التونسي، وهارد لاك للتيسا. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على متابعة زوز لقاءات الليلة واليوم من البيس، البطولة الوطنية في لعبة البيس في طور الوان في وان من المجموعة الرابعة ما بين أمير القرشيني ومادي المجري. القرشيني من زوز مباريات لعبهم اليوم ظفر ب4 نقاط، لذلك رصيده باش يولي 13 نقطة في انتظار باقي اللاعبين اش عملوا في مبارياتهم، وإن شاء الله نوفيكم بالكلاسمون فينال في صفحة الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاية على حساب سويسرا بركلة